الحقيقة إن مع نهاية شهر سبتمبر بنعتبر إن إحنا خلاص انتهينا تقريبا من موسم الصيف السياحي، موسم كل المؤشرات بتقول إنه واحد من أنجح المواسم السياحية في مصر في السنوات الأخيرة، وده رغم طبعا كل المصاعب اللي واجهت الموسم ده من تصاعد طبعا الحرب في غزة وفي منطقة البحر الأحمر وامتدادها كمان لسوريا ولبنان والعراق وحتى إيران، وده طبعا بجانب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا واللي بالتأكيد يعني أثرت بشكل كبير جدا على السياحة المصرية. لكن رغم كل المصاعب دي مصر جذبت العديد بل الملايين من السائحين من مختلف أنحاء العالم، لدرجة أننا وصلنا ل 8 مليون سائح في الشهور السبعة الأولى من السنة، بجانب أن مصر كمان تم اختيارها من أكثر من مجلة ومؤشر بحث سياحي على أنها من العشر وجهات المفضلة عند السائح في مختلف أنحاء العالم. واستمرت مدن سياحية زي شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم كوجهات مفضلة للسياحة بجانب ظهور العلمين الجديدة على الخريطة السياحية المصرية. فتعالوا بقى نعمل تقييم للسياحة في موسم صيف 2024 والمنتظر من موسم الشتاء اللي بيوصف بأنه موسم السائح الأوروبي، وده مع ضيفنا دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. صباح الفل يا دكتور، منورنا. صباح النور، تشرفت بحضراتكم بالبرنامج. أهلا وسهلا. فعلا زي ما كنا لسه بنقول في المقدمة يا دكتور أن مصر يعني دي كانت من أهم المواسم السياحية، نقدر نقول الصيفية السياحية الموسم اللي فات، نقدر نقول فعلا أن احنا حققنا أرقام ما حققناهاش في السنوات اللي قبل كده، نقدر نقول كده. طبعا هي نتيجة للظروف الجيوسياسية المحيطة بمصر في المنطقة. الحمد لله قدرنا نوصل لأعداد كويسة قوي في أول ست شهور أو أول سبع شهور زي ما حضرتك ذكرت، 8 مليون سائح. في أول ست شهور كانوا 7 مليون سائح ب 70 مليون ليلة سياحية، ده رقم كويس جدا. كان الموسم الصيفي مليء بالسياح أكثرهم طبعا في منطقة العالمين، وكانت سياحة عربية بشكل كبير. ما كانش في أوروبية يعني؟ في أوروبيين بس أوروبيين مش بنفس نسبة العرب اللي موجودة. الحقيقة أنا اتفاجئت من وجود أوروبيين في موسم الصيف، يعني إحنا عارفين وحتى في الساحل. يعني دي كانت مفاجأة بالنسبة لي، الساحل بقى بيستقطب كمان مش الساحل العربي. لا كمان الأوروبي. بيستقطب الأوروبي بس برضو دول معينة، لأن معظم السياح اللي بيجوا من أوروبا الغربية وأوروبا حتى الشرقية بيبقوا هدفهم البحر الأحمر أكتر، جنوب سيناء شرم الشيخ طبعا عشان الشعب المرجانية والدايفنج، وما فيش البحر الأحمر عند خمس دول بس، مش موجود في أوروبا، لكن البحر الأبيض المتوسط موجود في أسبانيا في فرنسا في إيطاليا اليونان، فما بيبقاش في إقبال عليه زي البحر الأحمر أكتر، لأن هم معظمهم بيبقى جاي للدايفنج. وطبعا عدد الغرف الفندقية في كل محافظة بيفرق، يعني طبعا في الساحل الشمالي والعالمين لا يتعدى اعتقد 4000 غرفة فندقية، بينما في شرم الشيخ وجنوب سيناء 50000. يعني احنا بناخد ملايين، طيران شارتر بيجي. وفي البحر الاحمر طبعا الغردقة ومالديف مصر مرسى علم طبعا الطيران بينزل على طول المطارات، لان الفنادق كلها في مصر في منطقة شرم الشيخ أو جنوب سيناء والبحر الأحمر خططت على أساس أنها تبقى مناطق جذب سياحي كفنادق على الشواطئ، مش ريزورتس ومش استثمار عقاري سياحي. فده الفرق اللي عامل فرق كبير في الأعداد. يعني بيبتدي عندنا الموسم الشتوي من أكتوبر، طبعا دلوقتي فترة الخريف في تحسن نتيجة الإقبال على السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية، لأن طبعا في أوروبا بيبتدي البرد بشكل كبير جدا، فبيبقوا هنا بيبقى الجو أكثر اعتدالا. لكن يعني عايز أقول لحضرتك أنت، بما أن احنا ختمنا بقى موسم الصيف وكانت التوقعات كويسة وكانت الأعداد الموجودة فعلا أعداد كبيرة جدا، فهل مع التوترات الجيوسياسية اللي بتزيد يوم بعد يوم، هل موسم الشتاء برضو نتوقع أنه يكون بنفس كفاءة موسم الصيف؟ والله لغاية دلوقتي الحمد لله احنا عندنا الحجوزات شغالة وكويسة والمؤشرات كويسة جدا. مصر بعيدة عن الأحداث دي، ونتمنى ان الأحداث دي تهدى بين طبعا إسرائيل ولبنان وغزة والمناطق كلها الملتهبة دي، لأن ده بيأثر على المناطق دي سياحيا، بيأثر كمان على الطيران. يعني مثلا وقف الطيران في اتجاهات معينة مع لبنان طبعا. بس احنا ما عندناش اوت جوينج للبنان كتير ومفيش انكامينج كتير برضو، فده مش هيأثر علينا سياحيا. لكن احنا كل الخطوط الطيران الشارتر
مع انجلترا، مع فرنسا، مع ايطاليا، مع الخطوط الدوليه، مع امريكا، في عندنا نسب سياح مع اسيا. الحمد لله المؤشرات كويسه جدا، والموسم هيكون قوي باذن الله، وهنقدر نستشف ده خلال لغايه نهايه ديسمبر. الحجوزات كويسة، وبيبتدي معانا بقى النايل كروزز والمعابد والأهرامات والحجوزات. كل ده بيبقى يعني سياحة شتوية. دي سياحة شتوية طبعا، دي مهمة جدا، وفي برضو سياحة عربية هتبقى معاها. في تنشيط، يعني لما كانت الدولة أدارت الأزمة بشكل ممتاز جدا، لما قامت الحرب الروسية الأوكرانية، قدرت الدولة تفتح أسواق كتيرة تانية مع الاجتماعات المستمرة وحضور البورصات الدولية في خارج مصر. يعني لسه كان في فرنسا في 20 سبتمبر، في جاي في انجلترا في 11، الورد ترافل ماركت، بعد كده في أسبانيا، بعد كده في ألمانيا، وهكذا. ويبقى في تواجد لمصر بشكل مكثف، بالإضافة للحملات الإعلامية والإعلانات. كان في اعلانات لمصر تنشيط سياحه كبير معنا. يعني مصر نقدر نقول انها ابتدت تشتغل على نفسها في تنشيط السياحه بشكل اكبر من الاوقات السابقه. طب هل السائح اللي بيجي مصر، اللي كان احنا كنا بنعاني من السائح اللي صرفه قليل، هل ده اتغير الفتره اللي فاتت؟ يعني كنا دايما بنسمع ان السياح اللي بتيجي لا مش مصروفهم، يعني بيدوروا دايما على ارخص اوتيل، ارخص رحله. هو اكيد اتغير، بدليل ان كان في الساحل الشمالي كله 5 ستارز، دي لوكس فولي بوكت لغايه نهايه يعني، وكانت ارقام، لان متوسط انفاق السائح الخليجي بيصل الى 300 دولار في اليوم. خلاص متوسط السائح الامريكي ممكن يصل ل 200 دولار في اليوم، اقل من الخليجي. اوكي، 200 دولار بس فترته بتبقى طويله قوي برضه، لانه بيجي رحلات يعني ممكن يبقى اسبوعين كده. تمام. السائح الاوروبي من 150 ل 200 دولار. يعني طب السائح الصيني يعني 100 دولار 120 دولار كده متوسط انفاق. والسائح الهندي بقى 90 اقل 95 دولار متوسط انفاق. بس في طبعا يعني حسب الكاتيجوري، بس احنا بنقول متوسط، لان بيدخل في حساب متوسط انفاق السائح عدد الليالي السياحيه اللي بيقضيها وسعر ليله الفندق اللي بيقيم فيه مع متوسط انفاقه. تمام. يعني لكن الطيران الخارجي لا، خارجي لا. طب دكتور حسام، يعني الدولة المصرية بتسعى في حلول عام 2030 ان يبقى في عندنا 30 مليون سائح، فانا عايز اعرف من حضرتك ايه الجهود اللي بتعملها الدولة عشان خاطر تنمي قطاع السياحة في مصر، وايه المرجو اكتر ان يتم ببذله عشان خاطر لا ممكن نكسر الرقم ده كمان، لان زي ما احنا عارفين مصر واجهة سياحية ممتازة تقريبا فيها كل حاجة. ساحل وحضارة وآثار وثقافة، فتستقطب عدد كبير من أنحاء العالم. يعني هو المقومات السياحية في مصر زي ما حضرتك ذكرت موجودة كلها، في عندنا كذا حاجة. التسويق السياحي ماشي فيه الدولة بشكل كبير، سهولة الإجراءات اللي لازم يحصل عليها المستثمر المصري والأجنبي للاستثمار الفندقي، وبقى في دعم من الدولة، مبادرة كان معالي رئاسة أو معالي السيد الرئيس وبعدين مجلس الوزراء، في دعم بخمسين مليار لإنشاء مزيد من الغرف الفندقية لرجال الأعمال بحد أقصى مليار أو 2 مليار جنيه للفرد أو المؤسسة لتجديد أو إنشاء. إحنا محتاجين 500 ألف غرفة وعندنا 240 ألف غرفة. من السهل إن خلال الفترة اللي جاية يتم ده. إحنا عاوزين الضعف. وبعدين عندنا المطارات موجودة بشكل مكثف وشكل كبير، والطاقة الاستيعابية موجودة، وفي عمل دعم للطيران الشارتر. الدعم ده مفيد جدا، اللي هو في حوالي 100 مليون دولار لغاية 2025 بالدعم. الدولار ممكن يعني صرفه يجيب 20 دولار في دعم الطيران، لأن زيادة المقاعد الطيران الشارتر كل ما زادت كل ما بيحصل جذب. يعني أنا عندي مثلا 50 ألف غرفة في الغردقة، طيب ده ب 100 ألف سايح في الليلة. لو افترضنا أن 2 سياح، طيب في يعني هيبقى أسبوع، فال 100 ألف سايح دول بقى كم طيارة شارتر هتوديهم وتجيبهم؟ أنا بتكلم بقى على مصر كلها، هيبقى في شرم الشيخ وفي القاهرة وفي الأقصر وفي أسوان،
ده كله مع دعم الطيران الشارتر بيجيب اعداد، لان بتنخفض قيمه التذكره والمسافه من اوروبا. دكتور قسام، كلام حضرتك على طيران الشارتر، احنا شفنا الفتره الاخيره دي ان اسعار تذاكر الطيران الشارتر عاليه بشكل مبالغ فيه، يعني اللي عاوز ياخد من القاهره للغردقه بنلاقي مثلا سعر التذكره لا يعني بيكون لا، ده الطيران الداخلي مش الطيران اللي جاي من بره، انا قصدي أيوة بالشارتر. احنا بنتكلم كمان وكلام حضرتك على حتى الداخلي عندنا بقى غالي جدا، ليه؟ ايه السبب؟ لا، هو الطيران الداخلي مش هو غالي بالنسبه للمصريين مش للاجانب. الناس كانت بتقول انا ايه اللي يخليني اروح سايق من القاهره للغردقه 5 ساعات بالعربيه، انا اروح ساعه بالطياره والفرق بقى يعني ولا حاجه. كان زمان انخفاض قيمه الدولار، يعني لما كان الدولار مثلا هقول حاجه انا افترض التذكره كانت ب 1000 دولار، الدولار لما بيبقى بسته هتبقى 6000 جنيه. طيب الدولار لما كان، انا كنت مسافر امريكا في 12 اللي فات ورجعت في يناير في لوس انجلوس، كانت التذكره بحوالي 1000 دولار 30000 جنيه. كتير؟ لا لا، ده مش كتير، ده شايف حضرتك انه سعر مناسب. لا انا بتكلم اللي بيحصل مقارنة. طيب لو حصل ان تعويم للجنيه فالدولار بقى 48 جنيه ونص، ال 1000 دولار هتبقى كام؟ 48 و500. فهنا القيمة بتزيد عليا كشخص أو كمصري داخل مصر، لكن بالنسبة للخطوط أو بالنسبة للأجنبي السائح الأجنبي لا، هو عملته هي فهي وطبعا بيبقى فيه لوجيستيك وتسديد التذاكر للآياتا برا، بنحول الفلوس إلى آخره بالسعر الدولار، فلذلك بترتفع اسعار الدولار يعني او بترتفع اسعار تذاكر الطيران. ما بس ده خلى الاقبال على الطيران الداخلي بقى قليل، ما بقى زي الاول. لا يعني الناس ما بقتش مفيش اماكن مفيش اماكن فولي بوكت طيران. ولكن دكتور حسام احنا نقدر نقول ان موسم السياحي الصيفي هو موسم كويس جدا بامتياز، نامل ان احنا يبقى عندنا موسم شتوي رائع جدا مش بس كويس، نامل ان احنا باذن الله ونامل ان على مدار الفترات القادمه يكون في اهتمام بالسياحه. طبعا نستكمل الجهود السياحيه لان مصدر دخل قوي جدا ومصدر توفير العمر. التنميه السياحيه او قاطره التنميه الاقتصاديه بالنسبه للبلد السياحه ومصدر دخل للعمله الصعبه بشكل كبير جدا. احنا كل سائح بيجي لنا الحقيقه بنقدر نبقى في عندنا حتى بنسدد ضرايبنا احنا كشركات. أيوة. بالنسبه للسائح الاجنبي كقيمه مضافه بالدولار وبالعمله الاجنبيه، فده كله فيه افاده كبيره جدا للدخل القومي والاقتصاد وزياده فرص العمل. وان شاء الله نتوقع ان الموسم ده يتخطى يعني مش ده لا ده هيفضل 15 مليون نتيجه الاحداث الجيوسياسيه. لكن ان شاء الله الموسم القادم 25 ان شاء الله مع الاستقرار انا اعتقد ان هو هيوصل 17 18 مليون سائح ان شاء الله. دكتور